السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدر أستاذ بمدرسة الشهيد كريم عيسى من بلدية عين رواه شمال ولاية سطيف بتوثيق كل السنوات التعليمية والتي قضاها مع تلاميذها وجمع في وثيقة نادرة صور فيها كل الأحداث والنشاطات ابتداء من السنة التحضيرية إلى غاية نهاية الطور الابتدائي. وظهر التلاميذ والزملاء وهم متأثرون جدا بعد مشاهدة الوثيقة التي أعدها الأستاذ، واسترجع فيها لحظات اللعب والفرح والتعلم بشغف تتخللها لحظات تصويرية للسنة الأولى ابتدائية، والتي يبدو فيها المعلم بلباس أنيق يضع ربطة عنق من نوع فراشة ويشرح الدرس عبر شاشة التلفاز بمشاركة التلاميذ بحيوية منقطعة النظير. وقد أبدع في عرض هذه المسيرة الفريدة من نوعها والتي تلخص حياة قسم عايش الطور التربوي تحت سقف عائلي يرعاه معلم مبدع يحب عمله، فكان الفراق بالدموع.